اثبت ايها السني، اثبت على الحق. فهذا الوضوح ابتلاء، واياك والتلون، اياك وكثرة الوجوه، اياك والتلون. فوضوحك يختصر الطريق على المتلقي فيستفيد، لانه وجد لغة واضحة، لغة صادقة. وعامة اصحاب البدع اهل تلون، ليسوا اهل وضوح، يخفون طرحهم، يخفون كتبهم، يخفون عقائدهم، يخفون امورهم، لا يستطيعون ان يظهرونها. صاحب الحق واضح في عقيدته، واضح في عبادته، واضح في منهاجه، واضح في كلماته، واضح في مكتوباته، واضح في مجالسه، واضح في مخالطته للناس. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم.